ما هي الخطوات الفعلية والعملية التي يجب على جميع المسلمين أن ينتهجوها وأن يقوموا بها من أجل نصرة إخوانهم المستضعفين في شتى بقاع العالم الإسلامي؟ نعم يا أخي كريم، أنا هذا أشرنا إليه جملة. أولا في حاجات بالنسبة لهذه المشاكل التي تحدث. أولا كثرة الدعاء الصادق لهم، جميل، ندعو دعاء صادقا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ليست كلمات تقال إنما شيء يخرج من صميم القلب، تهتز له جوانب هذا القلب اهتزازا شديدا، يشعر كأن هذا الذي هو شرد أو قتل أو أصيب أنه أخوه أو بيته أو والده أو ابنه، لا يدعو دعاء لفظيا دون ما شعور ولا إحساس. ثانيا يحاول أن يتبرع له ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثالثا يتعرف على قضيتهم ويبينها للناس بيانا حقيقيا. نعم. ألو؟ نعم نعم أسمعك فضيلة الشيخ. يبينها للناس بيانا حقيقيا، لأن في بعض الناس جهلاء لا يقرؤون ولا يسمعون ولا يفكرون ولا ويظنون أن 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 هذه الأمم تستحق هذا وأنهم أهل ضلال، كما كانوا يقولون أن أهل فلسطين يبيعون بيوتهم لليهود، وكما يقولون ويقولون هذه الأكاذيب. يجب علينا أن نبين حقيقتها. هذا أمر أوامر عامة، لكن في الذي كنت أشير إليه وهو صلاح الإنسان نفسه. نعم. حتى إذا ما دعا الله تقبل منه الدعاء، وإذا لجأ إليه تقبل منه اللجوء، وإذا رفع يديه لا يعيده صاغرا ولا يعيده يعني غير مقبول الخاطر.